النهاردة عشان نقول لمصر الجميلة العظيمة بالثورة الناجحة الطيبة، ها هي ثورة مصر المحترمة اللي بتؤسس لأول مرة في تاريخ مصر هذه الاحتفالية في ميدان التحرير، علشان نقول إن التحرير هذا الميدان الذي صنع بطولة ثورة 25 يناير برجالها وشبابها، ونقول للعالم كله إن شباب الثورة هم موجودين بكل أركانها، بنحب مصر وبنحب الجيش المصري وجايين نكمل المشوار في كل خير لمصر، أدينا واقفين ومش هنسيب مصر في كل خطوة علشان نصنع الرسالة الحقيقية اللي هي تحيا مصر العظيمة اللي بنيت عليها الثورة الطيبة. بنقول ان مفيش فتنة بين الجيش المصري وبين الشعب، الجيش المصري والشعب دول نسيج واحد، والداخلية برضك نسيج واحد، وبنحيي مصر وبنقول تحيا مصر ورجال مصر. الجيش بيأكد ان الثورة مش وحديها، في رجالة بتحميها. الجيش بيأكد تضامنه مع الشعب المصري في كل المهن. النهاردة احنا سعداء جدا، سعداء بتحرير بلدنا، سعداء بتحرير سينا، سعداء بتحرير افكارنا، سعداء باحساسنا بالحرية، باستنشاقنا هواء حر، سعداء بجيشنا. كلنا نازلين النهاردة اولا بنحتفل باول عيد قومي لمصر بعد الحرية والثورة، واول مرة من سنين طويلة نشوف احتفالات القوات المسلحة على ارض الشارع بين الجمهور وبين الشعب، بحماية الشعب وبرعاية الشعب ورعاية ربنا فوق كل شيء، وبنقول لهم يا ريت تستمروا على هذا والشعب كله وراكم، لان الشعب جيش والجيش شعب.